فيلم الرسالة هو فيلم سينمائي تم عرضه في عام 1976، حيث قام بإنتاجه وإخراجه المخرج العالمي السوري مصطفى العقاد. ويحكي الفيلم قصة الرسالة النبوية التي بشرت بمجيء الإسلام. وقد واجه الفيلم العديد من العقبات، ومن أهمها التمويل، حيث قضى المخرج مصطفى العقاد 5 سنوات متجولا من عاصمة لأخرى للبحث عن مصدر للتمويل، حتى حصل على تمويل ثلاثي من الكويت وليبيا والمغرب. وإليكم أبطال المسلسل بعد 46 عاماً.